عيد ام حضرتك طيب. وانت طيب يا ابني. اتعرف على حضرتك. كريمه. منين؟ كريم هدايا لوبا. حضرتك جايه هنا في الاحتفال من مع انهي جمعيه؟ دار الهنا. جمعيه دار الهنا. لو عايزين نتكلم معاكي عن يعني شعورك النهارده والحفله دي معموله لتكريم الامهات، خاصه الامهات اللي عندهم اولاد ذو احتياجات خاصه. يعني كويسه الحمد لله. الحمد لله يا ابني. لو اتكلمنا بنتك اسمها ايه؟ رندا. ازيك يا رندا؟ لسه سلمت. هتقولي لماما ايه النهارده يا رندا؟ عشان انت طيبه. وانت طيبه. حضرتك لو اتكلمنا عن ذوي الاحتياجات الخاصه ويعني كميه الرعايه اللي بيحتاجوها تقريبا، تقولي ايه يا حضرتك؟ طبعا رعايه جامده جدا طبعا. يعني غير اي طفل عادي طبعا. يعني حضرتك تتمني ايه في عيد الام للسنه الجايه ان شاء الله؟ اتمنى لها الشفاء ان شاء الله، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي الناس كلها يا رب. وانت تتمنى ايه بقى السنه دي؟ تتمنى ايه؟ يشفيني بس اهم حاجه ان شاء الله باذن الله. طب وتدعي لماما بايه بقى؟ تدعي لها بايه؟ ايه نفسك لماما ايه النهارده؟ ايه سنه طيبه. وانت طيبه. تعرف على حضرتك؟ مدام سناء سيد حسين. كل عام وكل عيد ام وانت طيبه. انت طيب حضرتك. حضرتك رايك في الحفله اللي معموله النهارده ليك والتكريم؟ احسن تكريم مش لينا، لابنائنا ذوي الاحتياجات الخاصه. انت حضرتك عندك كام ولد؟ عندي ولدين وثلاث بنات. يعني كام حد فيهم عنده احتياجات خاصه؟ عندي فرح بس. هي فرح؟ يعني احنا شفنا فرح وهي بتنطط وسط الاغاني وسط كان شعورك ايه وهي بتنطط وبتلعب؟ والله كان منتهى السعاده وفخوره بان الدوله بتكرم امهات ذوي الاحتياجات الخاصه. لو اتكلمنا عن في البيت هي واخواتها بتقدروا تتعاملوا ما بينهم ازاي؟ والله هي يعني اخواتها اولا يعني حاسين بيها وبيرعوها اكتر مني، وهي حبوبه ليهم يعني. حضرتك في تعاملك معاها اكيد بيبقى التعامل بطريقه خاصه مش زي بقيه اخواتك. طبعا لان الاولاد دي بتحتاج رعايه يعني فوق المستوى العادي بالنسبه لتربيه الاولاد. في رايك يعني احنا دلوقتي مفترض هيبقى في انتخاب رئيس وهيبقى في دستور، في رايك ايه المطلوب من الرئيس الجاي بخاصه لذوي احتياجات الخاصه؟ والله انا في نقطه نفسي اتكلم فيها من زمان قوي بالنسبه لرعايه الاولاد دي، هم محتاجين رعايه مكثفه اكتر من كده، وبالذات في مجال طب الاسنان لان دول ما لهمش مكان يتعالجوا فيه. يعني انت ما تقدرش تتصور قد ايه مدى الم ان انا مثلا رحت عملت لها عمليه اسنان عشان اسنانها كانت بتوجعها، فعملت لها عمليه تحت بنج مخدر عام يعني، فدفعت طبعا مبلغ وقدره. فالناس اللي هي مش قادره تعمل تعالج طفلها بالاسلوب ده يعمل ايه الطفل؟ وبالذات وجع السنين ده حاجه يعني بتفك اي الم في الجسم كله. طب وبالنسبه للتعليم وللدراسه؟ فانا بتمنى حاجه واحده بالنسبه للسنان، معلش، بتمنى ان هم يعملوا لهم مكان خاص
لمستشفى خاص لعلاج أسنانهم مجاني مجاني، ولو على حساب يعني الناس اللي هي القادرين كلنا نساهم في حاجة زي كده. بالنسبة لطفل مسكين غلبان مش هيقدر أهله يدفعوا بالألوفات زي ما احنا بندفع كده، هو أولى إن يعني رعاية الدولة تبقى ليهم هم بالنسبة للمجال دوت أقل حاجة بالنسبة لهم. أنت حضرتك هنا يعني تبع أي جمعية؟ جمعية هناء الروح. هناء الروح. طيب لو قلنا حضرتك على موضوع يعني هل الرعاية بس خاصة بالصحية ولا الرعاية التعليمية أيضا محتاجة؟ التعليمية طبعا، ما هي التعليمية هم ما شاء الله عليهم يعني برضك في مجال الدولة عاملة لهم خدمات كتير قوي بالنسبة للتعليم، والحمد لله هم كويسين يعني اللي بيجي منهم شغال. بنتك قالت لك النهاردة كل سنة طيبة؟ طبعا، أول ما صحيت من النوم. كان شعورك إيه بقى وهي بتقولي؟ كان شعوري طبعا الدنيا كلها معايا طايرة من الفرحة بيها. كل سنة طيبة. كل عام وانت حضرتك. ميرسي. مدام عز يحيى عباس، شغاله جيت الجمهورية. كل عيد ام وحضرتك طيب. ميرسي وانت طيب، ربنا يخليكم. شكرا جدا جدا. حضرتك موجوده هنا مع اني جمعيه؟ انا جمعيه حره تبع مصدر تحت تبع النشر يعني. طيب خاص يعني. طيب يعني شعور حضرتك النهارده وحضرتك جايه تكرمي والناس كلهم يعني سعداء بوجودكم؟ ربنا يخليكم، احنا كمان سعداء بوجود حضراتكم ووجود الناس كلها، وكل سنه وام طيبه يعني كل امهات. وانا بمر بظرف خاص، ماما ميته بقالها كام شهر، ده يمكن ألمني شويه. ربنا يخليك حبيبي، ميرسي. ده يعني فكل سنه وام طيبه وكل امهات طيبين، وكل الحالات الخاصه ربنا يا رب كده يشفيهم ونشوفهم كويسين. ومشكرين جمعيه كيان اللي عملت الحفله الجميله ديت، وكل سنه وكل ام طيبه. لو اتكلمنا عن ابن حضرتك محمد وعلى اعاقته هتقولي ايه؟ انا محمد ابني وحيدي، ما معيش غيره، رزقتي بعد 17 سنه يعني، والحمد لله هو كان ناقص اكسجين في الولاده، عملت له اعاقه حركيه يعني. وبرضه الحمد لله بابا توفى بقاله سنتين ونص، وهو طبعا كرست حياتي وكل وقتي وكل مجهودي لمحمد. ان طبعا الحمد لله برضه على كل شيء يعني، ربنا بس يقويني على تربيته وعلى مشواره. ويعني انا من ساعه ما اتولد طبعا هو الحاله دي معاه وكده، فمش عارفه الحقيقه انا متالمه نفسيا جدا بالنسبه له، بس الحمد لله نحمد ربنا الحمد لله. لو اتكلمنا عن الرعايه المفترض الدوله تتحملها لمحمد واللي زي محمد، وانت عارف يعني بتكرسي حياتك ليه، شايفه الرعايه دي قد ايه دلوقتي، وتطلبي ايه في الفترة المقبلة واحنا داخلين على رئيس جديد ودستور جديد؟ والله أتمنى الفترة الجديدة طبعا أن يكون فيه اهتمام يعني بذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أنا ابني محتاج علاج طبيعي. أنا دلوقتي بحاول يعني الفترة اللي فاتت ديت كان لازم يبقى فيه واسطة وفي ده وفي ده، ما عرفتش أن أنا أعمل له علاج طبيعي. أنا لحد دلوقتي كله بمجهودي الشخصي، ربنا يقدرني. أنا مش عايز أقول لك أنا عملت إيه عشان مثلا محمد، كان عندي إيه وبعته عشانه، وكان عندي لحد دلوقتي ما لقيتش أي رعاية من أي من أي جهة. يعني دلوقتي انا يعني نزلت همسه في الجورنال، انا عايز اعمل له علاج طبيعي في مستشفى القوات المسلحه للتاهيل اللي في العجوزه، لحد دلوقتي ما فيش استجابه يعني. انا طبعا بقول نظرا للظروف اللي بتمر بها البلاد حاليا يعني، فاتمنى في الفتره الجايه ان شاء الله بعد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا برئيس كويس ان شاء الله، وربنا يولي من يصلح يعني، ان يهتموا اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصه صحيا ونفسيا واجتماعيا ومعنويا وماديا. نتمنى ده يعني من ربنا سبحانه وتعالى. محمد قال لك كل سنه طيبه النهارده؟ هو قال لي الصبح اما صحي. لها النهارده كل سنه طيبه. يعني انا احب اهديها الكلمه دي مره ثانيه واقول لماما النهارده في عيد الام كل سنه وهي طيبه. وبصراحه انا ما شفتش اي ام زيها يعني، هي غير كل الامهات بصراحه يعني. ازاي بقى؟ بتوفر لي كل طلباتي وبتلبي لي كل طلباتي يعني. واحب اقول لها كل سنه وانت طيبه المره الثالثه، وان شاء الله عيد الام اللي جاي اكون ماشي ومفرحه بيها باذن الله. انت نفسك تطلع ايه يا محمد؟ نعم؟ نفسك تطلع ايه؟ محامي. محامي. ليه محامي طيب؟ عشان انا بابايا كان بيشتغل محامي، فانا عايز اخد الشغلانه دي منه يعني. محمد نفسك في السنه الجايه في عيد الام الماما تقول لها ايه؟ اقول لها كل سنه وانت طيبه، وافرحها اكتر بان انا اكون ماشي على رجلي يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. اتعرف على حضرتك الاول. منال وحيد. وابن حضرتك اسمه وحيد. وابني اسمه وحيد على اسم بابايا مش عشان هو وحيد. ربنا يبارك لك فيه يا رب ان شاء الله. الله يخليك. شعورك النهارده والحفله معموله ووحيد مبسوط؟ مبسوط ولا لا يا وحيد؟ اه. قلت لماما كل سنه طيبه؟ اه. قلت لها امتى الكلام ده؟ امبارح. امبارح يعني قبل اي حد؟ لا وعايز يجيب لي ذهب. طب الذهب اليومين دول عالي قوي يا وحيد يعني. انا بقول له واسعه دي شويه. لو اتكلمنا مع حضرتك عن وحيد وحالته واعاقته وازاي ده بياخد منك وقت ومجهود. والله هو الحمد لله طبعا الاول انا بشكر جمعيه كيان ان هي سمحت لنا ان احنا طبعا نيجي هنا. انا اول مره احضر حاجه بصراحه وطبعا الحمد لله وحيد يعني ربنا رزقني بيه علشان يديني قوه ويغير من حياتي كلها ووصلنا لمراحل. طبعا وحيد دلوقتي في مدرسه عاديه الحمد لله في مدرسة في سنة ستة وبيمتحن وتغيرنا خالص. وطبعا النادي بيقدم لنا بتاعنا حاجات كتير كويسة وهو ساعده كل الحاجات دي وكانت رحلة طبعا يعني الحمد لله شقة بس ممتعة جدا وودتنا قوة كتيرة. يعني الواحد دلوقتي أنا ممكن عشان وحيد أعمل أي حاجة في الدنيا. طب يعني عملت إيه في الترم الأولاني يا وحيد؟ جبت إيه؟ الحمد لله جبت إيه؟ عشان ما بعين. لا انت جبت امتياز في كله. جاب امتياز في كله. امتياز. بتحب المدرسه وحيد؟ طبعا. ايه اكتر ماده بتحبها؟ ماده يعني بتحب العربي ولا الحساب ولا الانجليزي؟ عربي طبعا. العربي شاطر في النحو بقى؟ بيعرف وكله بيعرف. الله يبارك لك فيه يا رب ان شاء الله باذن الله. لو اتكلمنا عن ذوي الاحتياجات الخاصه وما يحتاجونه من اهتمام خاص بالدوله واحنا داخلين على رئيس جديد ودستور جديد. والله بص يعني بامانه يعني معلش بقى دي لازم اقولها انا ما لاقتش اي تعاون من اي حاجه. اي حاجه كنت بوصل لها كان بمجهودي الخاص وبتعبي وباني انا اقعد اسال هنا واسال هنا. حتى دخول المدرسه كان بالنسبه لي حاجه يعني كانت حاجه صعبه من اصعب الحاجات اللي قابلتها دخوله ان هو دخول المدرسه لانه كان في مرحله سنيه كان خلاص انا 6 سنين لو ما دخلش كان هيتغير نهج حياته من دراسه لتربيه فكريه وهو كان في النص. للاسف هم عاملين للاحتياجات الخاصه جامد مكان وللكويسين مكان لكن اللي في النص زي وحيد انا بعاني جدا ان انا ما بلاقيلوش اي حاجه لان هو ولا هو طبيعي 100% ولا هو متاخر هو تاخر. فده انا عانيت جدا في دخول المدرسه بصراحه. طب وحيد تقول ايه لماما في عيد الام؟ تقول لها ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا قلبي. كل عيد ام حضرتك طيب. وانت طيب. اتعرف على حضرتك. منى علي احمد. حضرتك جايه هنا من اي جمعيه او انا؟ لا انا جايه من نادي الشمس وطبعا بنشكر الجمعيه يعني على استضافتنا وكده وان شاء الله دايما كده في الخير يعني. لو اتكلمنا عن ابن حضرتك وحاله اعاقته. والله هو عنده ضمور في خلايا دماغه من وهو بيبي صغير وبيتعالج طبعا وكده وعنده حالة صرع بتجيله الحالة دي إصابة من الإصابات اللي هو لسه جديدة يعني امبارح. طبعا بسبب إن الدواء يعني مش آمن يعني الدواء اللي هو بياخده مش آمن. إزاي مش آمن؟ مش الجرعة الكافية اللي هو بياخدها يعني إحنا مثلا بنشتري الدواء بناخد الدواء من المستشفى تقريبا نص الجرعة اللي هو المفروض ياخدها. بيبقى ليه اثار سلبيه عليه؟ طبعا بيقع على طول دايما وعلى طول بيقع وبيتعور تعورات جامده جدا جدا يعني. يعني لو اتكلمنا مع حضرتك عن يعني محمد والمعاناه اللي حضرتك بتعانيها معاه وشايفه الاهتمام بيه في الفتره الماضيه كان عامل ازاي؟ والله يعني احنا الحمد لله في شويه اهتمامات يعني بس بسيطه برضه بس احنا نتمنى ان هو يكون افضل واحسن لان دول يعني مننا وزينا المفروض يعيشوا في المجتمع بحرية أكتر من كده يعني وياخدوا حقوقهم. يعني واحد زي كده مثلا أضعف الإيمان إن هو يتعالج في مستشفى
مثلا زي التأمين الصحي، أعمل له أشعاعات، أعمل له تحاليل، أعمل له حاجات، لأن كل الحاجات دي بتبقى غالية جدا على الواحد، وبالذات إن هو كمان بابا متوفي وأنا متكفلة بيه من يوم ما اتولد ابني دوت. فأنا بعاني بجد جامد من الإشعاعات والتحاليل، يعني عشان أعمل له مثلا تحليل تجريتول ولا ديباكين، يعني ده حوار تاني يعني. محمد، قلت لماما كل سنة وهي طيبة؟ أيوه. قلت لها إمتى الكلام ده؟ قلت لها شنطة طيبة للبيت. البيت. مبسوط بالحفلة النهاردة يا محمد؟ أيوه. إيه أكتر حاجة عجبتك في الحفلة؟ عجبتني في الحفلة؟ الحفلة كلها، حفلة كلها عجبتني. كل سنة وحضرتك طيبة، وإن شاء الله بإذن الله يعني محمد يبقى السنة الجاية أفضل من كده. إن شاء الله إحنا نتمنى طبعًا من ربنا إن هم كل الأولاد دول يبقوا أفضل وأحسن وفي حالة صحية كويسة يعني. لقاؤنا الآن مع الأستاذة دينا العرقوسي، هي مديرة إدارة داخل جمعية كيان. أنا بحرك فندم. أهلا بيك يا فندم. أولا يعني حفل رائع، تجمع أعداد كبيرة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فكرة اهتمام الجمعية بذوي الاحتياجات الخاصة، هو ده من ضمن أهداف جمعية كيان، إن إحنا نعمل مهرجانات وإن إحنا نتواصل مع الجمعيات اللي هي بتتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ده فعلا من ضمن الأهداف ومن ضمن المنظومة بتاع جمعية كيان، لأن ده بيحقق لنا حاجات كتيرة جدا. بدأنا فيها سنة 2008، من ساعة الجمعية ما بدأت بمهرجان أطفال أبطال واحد، وبعد كده سلسلة كبيرة بقى من الاحتفالات والمهرجانات، آخرها السنة دي كان فبراير 2012 مهرجان أطفال أبطال ثلاثة، والنهاردة أهو بنكرم كل الأمهات اللي عندهم ربنا رزقهم بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، عشان نقول لهم ان احنا معاهم في رسالتهم النبيلة ديت ورسالتهم الانسانية ان احنا نهتم باطفالنا المعاقين. لو تكلمنا معاك عن المعوقات اللي بتواجهوها كجمعية اهلية وبتقوم على الجهد التطوعي، يعني ايه المعوقات اللي بتواجههم؟ هي مش المعوقات بتقابلنا احنا بالاخص، بتقابل كمان الاسر، مع الاسر نفسها، لان في اسر بيبقى عندها اكتر من طفل معاق، ممكن طفل اتنين تلاته، وده فعلا بالفعل عندنا في جمعيه كيان. فطبعا عشان نستقبلهم نقدر نقدم لهم كل الخدمات زي التخاطب والعلاج الطبيعي وتنميه مهارات وتعديل السلوك والفنيه والتربيه الفنيه والحركيه والكمبيوتر، ده محتاج دعم مادي كبير جدا ليهم. فدي من ضمن المعوقات اللي بتقابلنا، هو الدعم المادي عشان نقدر نوفر ليهم الجلسات بجودة كويسة بجودة شاملة ان احنا نقدر نتعامل معهم في الجمعية. لو اتكلمنا عن من يعمل بالجمعية، يعني وجدنا صف كبير اغلبه من الشباب، يعني هل ده شكل تطوعي ولا ده عمل بالنسبة؟ ده عمل بالفعل. هو احنا الجمعية اللي اسسها فعلا مجموعة شباب من الاخصائيين العلاج الطبيعي، ده كانت نشأة كيان. اخصائيين العلاج الطبيعي بدأوا بمركز بسيط من باجهزة بسيطة، وبعد كده تردد علينا اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين ذهنيا وحركيا، ومن هنا بدأت الفكرة ونشأت الفكرة ان احنا نشتغل مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ان احنا ندعمهم، ان احنا نبني كيانهم عشان ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع. لو سألتك يعني ايه اكتر حاجة اتأثرت بيها وانت بتتعاملي مع الاطفال ذوي الاحتياجات؟ ابتسامتهم، ان هم عندهم براءة، عندهم براءة شديدة جدا 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 بجد، وهم فعلا ناس كويسين وعندهم إمكانيات كبيرة جدا. يعني لو احنا فعلا استغلينا مهاراتهم ديت واستغلينا كل حاجة، كل الظروف المحيطة حواليهم، فعلا هيبقوا بني آدمين كويسين. لقاؤنا الآن مع الأستاذة ريم المنسقة الإعلامية لمؤسسة كيان. أهلا بيكو زريم. أهلا بحضرتك. زريم، لو اتكلمنا عن يعني تعاملك مع مؤسسة كيان وإزاي انضمتي إليهم. هو يعني
بقالي فتره بشتغل في المجال العمل التطوعي والمجال الخيري، بس هي بالصدفه ان انا قابلت حد كلمني عن النشاط الجماعي وكده، فحبيت ان انا انضم، بس مش اكتر. الفكره كده لو اتكلمنا عن حضرتك يعني وفكره التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وحضرتك من ذوي الاحتياجات الخاصه، كيف طريقه التعامل ازاي؟ لا عادي يعني مفيش. بص وانا مؤمنه بقضيه معينه، احنا عندنا مشكله في المجتمع وهي ثقافه المجتمع. ثقافه المجتمع مش متقبله ذوي الاحتياجات وشايفينه انهم اقل من اي شخص عادي، فحابه ان انا اثبت لا ده احنا مش اقل منكم، احنا زينا زي بعض، عندنا طاقات وعندنا ابداعات ممكن نطلعها وممكن نعملها. ممكن اقول بدليل انا مثلا عن منطق الاعلامي ما يتكلم ودرست اعلام، يعني ما اعتقدش ان ناس كتير وصلت للبوزيشن ده او للوضع ده. بس حضرتك تتمني ايه في الدستور القادم والرئيس القادم لمصر من فكره الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه؟ بصوا اكيد لازم يبقى في قوانين تفعل لخدمه قضايا ذوي الاحتياجات الخاصه من ناحيه التعليم، من ناحيه الصحه، من ناحيه المواصلات وكل حاجه. بس دي هتبقى هل هي فكره ستيب، هي مجرد خطوه، لان اثبت الحقيقه مجرد قوانين بتتحط ولكن قلبت ثقافه. انت ممكن تحط القانون بس ملاقيش اللي بيطبقه، او اللي طبقه يطبقه بطريقه غلط، فبس يبقى تاثير سلبي مش اكتر من كده يعني. شكرا ليكي، شكرا ليك جدا. جمعيات أهلية حاولت في هذا اليوم أن ترسم البسمة على وجوه الأمهات، وأمهات أتوا إلى هذا المكان لكي يدخلوا السرور على قلوب أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يطالبون الدولة بالاهتمام بهم ويدعون الله في العام المقبل أن يتم شفاءهم على خير. مجاهد شرارة، الجزيرة، مباشر مصر.